مساء الخير. طقس مستقر عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط وبيستمر للايام القادمه. جونا لبكره غائم جزئيا ودرجات الحراره عم تتسجل على الشكل التالي. منبدا من الشمال وعكارة بتسجل 17 درجه، طرابلس 16، العاصمه بيروت 18 درجه، وسور ايضا 18. ننتقل لبعلبك 11 درجه، اللؤلؤ 5 درجات، زحله عم بتسجل 11 درجه، وجزين 13 درجه. نسبة الرطوبة ساحلا توصل لل 75%، الرياح السطحية متقلبة سرعتها بين 8 و30 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمتوسط ارتفاع الموج. خلينا نشوف تفاصيل الأيام الجاية. لنهار الثلاثاء جونا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار متفرقة، ودرجات الحرارة عم بتسجل ساحلا أقصاها 18 درجة. لنهار الأربعاء والخميس والجمعة بيتحسن الطقس وجونا بتابع غائم جزئيا، درجات الحرارة عم تستقر على 18 درجة لنهار الأربعاء، 17 درجة لنهار الخميس، و18 درجة لنهار الجمعة. هيدي كانت أخبار الطقس للنشرة المسائية. تصبحوا على خير.